فرج فودة أباح الزنا وجوز بنته من السفير الإسرائيلي وبيعمل حفلات استغفر الله العظيم جماعية مؤمن. ده اللي طبع في منشورات اتوزعت في الجوامع بعد صلاة الجمعة لما فرج فودة اترشح ضد صلاح أبو اسماعيل أبو الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل سنة 87. المنشورات كمان نسبت لفودة جمل من نوعية سيدنا الحسين عديم الإحساس، الإسلام دين رجعي، أساتذتي مركز الشيوعي الملحد، وداروين اليهود المتعصب، وفرويد اليهود الكافر، وجنب كل جملة رقم الصفحة ورقم السطر واسم الكتاب. الناس صدقت الكلام ده فعلا، فقرر فرج فودة يلجأ لحل سحري عشان يخلص من الإشاعات دي. طبع منشور بيعلن فيه عن جايزة قدرها 500 جنيه بحالهم للي يجيب حرف واحد من كتبه فيه الكلام الفارغ اللي بيتقال عنه ده. وكانت النتيجة انه خسر الانتخابات برضو عادي.